اليوم عيد مارمارون بأي الطائفة المارونية، الأب بولس أزر راهب اللبناني الماروني وطبعا مرشد دير مار يوسف جرب تضريح القديسة رفقة، يتحدث عن هذا القديس الكبير. تبارك الله في قديسيه، تبارك الله في القديس العظيم مارمارون. عيد مبارك بعيدكم جميعا، خاصة من عيد كنيسة المارونية لأختته شفيع وبي لها ومرافق في حياتها وفي نسكها وفي تأشفها وفي مسيرتها التاريخية. قديس مارون عاش كلنا بنعرف في قروش سنة 350، ولد 410، انتقل من هالحياة، وخلاف على ذخائره جعل انه بالأخير يكون ببراد بشمال سوريا اليوم في ناووس، مطرح موضع جسمين مارمارون. نعرف نحن انه جمجمة مارمارون هي موجودة بفولينيو بشمال ايطاليا منطقة فلورنس، ونعرف نحن كذلك انه في ذخائر منه توزعت على العالم. هالقديس العظيم ليش اخذ الشهرة؟ وليش هالميزة الى الموارنة انه سميوا باسم قديس؟ الموارنة هن شعب كان كل الشعب المسيحي في بداية المسيحية في الشرق حتى الجيل الرابع 350، إجا القديس مارون. القديس مارون أخذ طريقة نسك نابعة أكيد من تجرد وامتثال بيسوع المسيح وحياة يسوع المسيح المخلص، وترك كل شيء وتبع المسيح. ترك كل شيء، كلنا بنعرف أنه في مدارس رهبانية طلعت مثلا في مصر، والأنطونيس الكبير أخذ الصحراء. الصحراء مجال للعبادة، كانت مسرح العبادة عنده هي الصحراء، وهيك تنسك وهيك تأشف. ومارسيبا كذلك في أورب أورشليم، أي شرقي بيت لحم، شرقي بيت لحم. فإذا أسس كذلك دور عبادة من خلال مغارة المجوس والمغائر اللي حول مغارة المجوس. وصل عنده نساك حوالي 14,000 ناسك. ومارمارون عرف بطريقة النسك تبعه المميزة اللي هي في العراء، يعني صيف شتي، شمس برد، رياح شو ما كانت عواصف، هو في العراء ما في شيء يغطي فوق راسه. من هون هذه الطريقة اللي ابتدعها مارمارون، وأخذ مكان في كوروش، مكان عبادي كان لعبادة الوثنية والوثن، وأخذ هالهيكل وجعله هيكل للرب. وهيك كان عمد كل شيء وثني يعمده بالمسيحية. من هون اشتهر مارمارون بصلاته وبنسكه وبعبادته، والناس اجت جمهرت حوالي، واكتار من النساك عبوا الجبل جبل كوروش من النسك والتقشف والتأيل بروح الإنجيل. وهذا هو هيدي هي عمل الروح القدس، يعني عمل الروح القدس في جبل كوروش. من هون ميزة الموارنة، كيف بيطلعوا الموارنة؟ موارنة أكيد من بعد المجمع الخلقدوني 451 لنعرف بألوهية المسيح وطبيعة المسيح، الطبيعتين الإلهية والإنسانية وطبيعة التجسد. وهو من مدرسة أنطاكيا، مدرسة أنطاكيا اللي كانت تركز على تجسد الرب، ونبع كل شيء من الإنجيل والتمثل بيسوع المسيح. من هون أنطاكيا كان عنده أنه الروحاني يجب أن تتجسد، أنه ترك كل شيء، مش بس المسيح ترك كل شيء وليس له موضع يسند إليه رأسه، كذلك من يتمثل فيه، من يتقشف، من يتنسك، من يتبع المسيح فليحمل صليبه كل يوم ويتبعه. هيك عمل مارمارون، وهيك إجا سمعان العمودي أحد تلاميذه، وهيك صاروا كل تلاميذه منهم نساء ومنهم رجال وشبان تبعوا مارمارون طريقة مارمارون في العراء، وانشهرت كوروش بهالحقبة خاصة بالعجيب. عجائب مارمارون، مشهور مارمارون بشفاء الأنفس وشفاء الفضائل وشفاء كذلك الجسد نفسا وجسدا، يعني كان يشفي ناس من الغضب، من الحقد، من الانقسامات.
قديش نحن بحاجه اليوم لشفاعه مرمرون تنشفي انفسنا من الحقد والبغض والانقسامات والغضب وما يصيبنا حاليا، وقديش بدنا نتجرد تنقدر نوصل انه نتعبد لربنا ارض الغنى هو بالملك السماوي يسوع المسيح اللي هو نبع كل غنى ورحمه ومحبه وغفران. قديش بدنا نتمثل مرمرون تنقدر نغفر. قديش مطلوب اليوم من كنيسة المارونية والشعب الماروني انه يكون على مستوى قديسيه وتابع قديسيه بهذه الروحانيه. ميزه المواريني انه دلوا مع الكنيسه الام، دلوا باتحاد اكيد مع كرسي روما وكذلك مع بقيه الكنائس، وما انفصلوا ولا انقسموا الى قسمين. اليوم من عرفوا بالموارنه هم عرفوا بتمسكهم بالكاثوليكيه والكنيسه الكاثوليكيه. معناتها منا تحدي لاي احد، ولكن هيك عرفوا بطرس بكرسي انطاكي، وهيك حافظوا على كرسي بطرس. من هون اليوم غبطة البطريرك دائما مع اسمه بنحط شارة بطرس، مع اسم كل بطرك يضاف له بطرس، لانه كرسي بطرس كانت في انطاكي، والكرسي يجب ان نحافظ عليها وهي بتحافظ علينا. هذا دور البطرك، ان يكون اب، ان يكون هو المرجع، وان يكون هو الموحد، وان يكون هو الذي يجمع الكل والجميع، لانه هو البي، هو اللي بيغفر، هو الكاهن، هو المسامح، وهو مرجعنا. هيك البطريركية قدرت حافظت على شعبها، وهيك قدرت حافظنا على بعضنا البعض انطلاقا من دار مرمرون، وكذلك دار مرمرون اللي بدأ بالعاصي. وكلنا بنعرف قديش انه الغنى مش بهالارض، الغنى هو بالملك السماوي يسوع المسيح اللي هو نبع كل غنى ورحمه ومحبه وغفران. قديش بدنا نتمثل مرمرون تنقدر نغفر. قديش مطلوب اليوم من كنيسه المارونيه والشعب الماروني انه يكون على مستوى قديسيه وتابع قديسيه بهذه الروحانيه. ميزه المواريني انه دلوا مع الكنيسه الام، دلوا باتحاد اكيد مع كرسي روما وكذلك مع بقيه الكنائس، وما انفصلوا ولا انقسموا الى قسمين. اليوم من عرفوا بالموارنه هم عرفوا بتمسكهم بالكاثوليكيه والكنيسه الكاثوليكيه. معناتها منا تحدي لاي احد، ولكن هيك عرفوا بطرس بكرسي انطاكي، وهيك حافظوا على كرسي بطرس. من هون اليوم غبطة البطريرك دائما مع اسمه بنحط شاره بطرس، مع اسم كل بطرك يضاف له بطرس، لانه كرسي بطرس كانت في انطاكي، والكرسي يجب ان نحافظ عليها وهي بتحافظ علينا. هذا دور البطرك، ان يكون اب، ان يكون هو المرجع، وان يكون هو الموحد، وان يكون هو الذي يجمع الكل والجميع، لانه هو البي، هو اللي بيغفر، هو الكاهن، هو المسامح، وهو مرجعنا. هيك البطريركيه قدرت حافظت على شعبها، هيك قدرة حفظنا على بعضنا البعض انطلاقا من دير مرمرون. وكلنا بنعرف قديش كان هالدور لهذا الدير. كيف اجوا المواريني على لبنان؟ المواريني هم لبنانيون بالاصل، فينيقيون، لانه اولا اللي بيقولوا انه اجوا من شمال سوريا على لبنان اجوا المرسلين، ولكن كان في شعب بلبنان بعده خاصه على نهر ابراهيم وحول نهر ابراهيم كان بيعبد الوثن، وبعده بعبادات عشروت، وبعدهم بيطلعوا على النهر وبيذبحوا اولاد وبيقدموا اولادهم ذخائر وذبائح للاله. فاذا هن اجوا تيبشروا الناس اللي بعدهم الوثنيين، اجوا مبشرين. بس المواريني هم شعب هذا الوطن وهذا البلد، وكانوا باساس هذا البلد. وكل واحد بيجي بيقول لي انه اجوا من شمال سوريا، يا حبيبي المرسلون اجوا من شمال سوريا. ونحن اليوم اذا كنا عم نحكي عن نهر ابراهيم، ابراهيم هو كاهن ناسك من تلاميذ مرمرون، اجا وتعبد على النهر وعمل تاجر جوز، وصار بيقربوا من الناس اللي بعدهم وثنيين، قدر يعطيهم ويحميهم ويعمل حاله انه تاجر جوز، عم تاجر معهم وهني احبوه. وهيك حولهم من عبادة عشتروت وأدونيس إلى عبادة
الإله الواحد يسوع المسيح، من خلال معرفته للإنجيل ومن خلال معرفته لإبراهيم. واليوم اللي محافظ على إبراهيم هو النهر، ولكن بالفعل هناك رسالة وهناك معبد وهناك ناسك أتى ورد الجماعة الوثنية اللي كانت بعدها وثنية وتعمل عباداتها على نهر إبراهيم وصولا لمغارة أفقة. نحن اليوم بدنا نقول إنه هالوثنية الموجودة فينا أحيانا، والوثنية اللي عم بتفقرنا وتقصبنا، علينا إنه نطلب شفاعة مرمرون لكل هالوثنيين اللي بعدهم متنسكين بوثنيتهم واللي منفصلين عن إخوتهم عن بعضهم البعض، ما بيعرفوا لا مصلحة شعبهم ولا مصلحة كنيستهم ولا مصلحة هالوطن لبنان. نحن مجزرون في لبنان، نحن بدنا نقول له لمرمرون اليوم بنوضع لبنان بين ايديك، عائلات لبنان، كنيسة الموارنة وكنيسة الشرق. مرمرون منه للموارنة، مرمرون هو قديس لكل الكنائس، لأنه 350 410 الوقت اللي عاش فيه مرمرون بتلاقوا إنه الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الباقي كلها بتعيد في 14 شباط، ولكن الموارنة جعلوه في 9 شباط حتى هالعيد ما يكون ببداية الصوم، يقدروا يعيدوه ب9 شباط. كان عيد مار يوحنا مارون نقلوه لاثنين أذار، وكلنا بنعرف إنه اليوم شفاعة مار مارون معنا وأعطتنا نحن اليوم قديسين جداد اللي تبعوا مار مارون وتبعوا المسيح وتبعوا الإنجيل بوثنيتهم، واللي منفصلين عن إخوتهم عن بعضهم البعض، ما بيعرفوا لا مصلحة شعبهم ولا مصلحة كنيستهم ولا مصلحة هالوطن لبنان. نحن مجزرون في لبنان، نحن بدنا نقول له لمرمرون اليوم بنوضع لبنان بين ايديك، عائلات لبنان، كنيسة الموارنة وكنيسة الشرق. مرمرون منه للموارنة، مرمرون هو قديس لكل الكنائس، لأنه 350 410 الوقت اللي عاش فيه مرمرون بتلاقوا إنه الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الباقي كلها بتعيد في 14 شباط، ولكن الموارنة جعلوه في 9 شباط حتى هالعيد ما يكون ببداية الصوم، يقدروا يعيدوه ب9 شباط. كان عيد مار يوحنا مارون نقلوه لاثنين أذار، وكلنا بنعرف إنه اليوم شفاعة مار مارون معنا وأعطتنا نحن اليوم قديسين جداد اللي تبعوا مرمرون وتبعوا المسيح وتبعوا الإنجيل وتبع الروح والكاريزما من مرمرون، قديسين كبار مثل مار شربل، مثل قديسي رفقة، مثل حرديني، مثل أخ ستفان، مثل بطرك دويهي وكتار من بطركتنا وأساقفتنا وقديسينا. عيد مبارك عليكم، بتمنى لكم خاصة لإسمهم مارون إنه عيد مبارك لإلهم وكل اللي أخدين مرمرون شفيع لإلهم. عيد مبارك إن كانوا موارني أو غير موارني، مرمرون يحمينا يحفظنا ويشفينا نفسا وجسدا. عيد مبارك على الجميع. شكرا أبونا، وأكيد ينعاد عليك حلو كتير الحديث. بالصحة ومعلومات، يعني في هيك بعض القصص ما كنا يعني أكيد قارين عنها، بس بعتقد بتفوتنا بعض دايما التفاصيل، فحلوة هيك واحد يطلع على تاريخه الماروني. أكيد. شكرا أبونا، وينعاد عليك لك كمان. هلأ رح أروح لثقافي وفن.